صادق صدقني بغيت تصلي التراويح الظهر. بغيت تصلي التراويح الظهر. اقسم بالله بغيت تصليها الظهر. انت فاهم التراويح غلط يا فادي. من الخشوع. بغى يصلي التراويح الظهر. والله يا عيال بغيت اصليها الظهر. ليش؟ كنت في الدوام الظهر اخر ايام رمضان. ذكرتني مكسر. لقيت شاله في تويتر اللي ذيك اللي يقول ذيك الشاله شو اسمها اللي يقولها اللي رفعت الايمان تخيل. ارجوك لا ترحل مدري في رمضان. ايه لا ترحل رمضان. رمضان لا ترحل قسما بالله من الخشوع اني بغيت اصلي تراويح الظهر. ترى تجرون يا اخي الرجال هذا احمد انكسر قلبي الغبنت. لو انا منك والله لا اصلي. انا استحيت احمد صح اقول لك انكسر. لكن ما تصلي ابو وتر. لكن شوف ترى عنده كلام عجيب والله والله يا ابو والله ما يفهمني للناس اللي ركعتين بدون وتر من الخشوع. من لا من الخشوع ما صلى راحل. انا صايم عندي توبه عظيمه. حقير هذا حرف هذا والله العظيم والله يا دوب يصلي صلوات الخمس. كلام هذا اكبر منك يا حبي. والله يا حبي انا عارفك خل عني السواليف يا وش ورا وش دعوه يا يزيد يا يزيد يا يزيد سوي روحك ما سمعت. ما سمعت سوي روحك برزيقه. وش دعوه برزيقه؟ لا برزيقه مو بكذا والله برزيقه مو بكذا. لبيك تدري خلنا اسمع يزيد. لبيك لبيك يزيد كيف تجاوب على السؤال على خشمي. سمعتها الظهر والله لا. ليش؟ لان في النهار وحنا صايمين. اسمع اسمع عبد الله اسمع احترق عبد الله اقسم بجلال الله يا 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 وقت الصيام خصوصا علي ترى سؤالك خطير. حلو على صرخك انت بس قام صرخك انت وحنك سواليف. يجيني خشوع احس اني داخل الجنه بعد المغرب. ليش تحدى ليش علي؟ ما ادري اقول لك ليش. الوعظ العقلي ابلغ من الوعظ العاطفي. ايش الحل صح انا ولا خطا؟ لا العاطفه العاطفه الوعظ العقلي ابلغ من الوعظ. يعني شلون يا فالح؟ يعني لما تجي تبي توعظ احد والله تقنع بفكره يقتنع فيها ما يقلعها الا فكره ثانيه يصير ايمانه. فالح من يوم هو جاي وحنا نصلي بيضحكنا وانا غاسل ترتفع ثم يجي حزن يملاها. لذلك اذا بغيت توعظ كان داخل مثله الشيطان اقنع فكريا خلاص. وانا الصف بلخص يا ثقيل بس والله اذا دل والله تخيل الناس تصلي وهو جاي بيضحكنا من هناك زعلان. ليش تصلي وهو ما صلى؟ يزيد وش هو؟ قال ايه؟ الحين قاعدين نصلي جاي قدامك بيضحكنا. احمد حبيبي ما تعينوني انا عارف والله اني عارف والله يا توبك والله يا توبك والله اللي فصل لك برجاقه ايش دعوه علي الله انه خير. اسمع ما شاء الله والله انا عارفه والله يا دوب يصلي الصلاه الخامسه. احنا انا ويزيد بالموت نقومه ومن شوي رايح من هناك بس هو صلاته جيده صلاته جيده. واسمع اسمع صلاته جيده بس انه هو الظاهر انه ما يخشى.